مين اللعيب اللي انت الجمهور فهمه بشخصيه فعلا؟ يعني في اكيد الجمهور عارف اللي جوه واللي بره، ولا هو بشخصيه تانية خالص؟ يعني مثلا فاكره ان هو جد جدا وهو لا، فاكره ان هو رومانسي وهو مش رومانسي ولا حاجه. يعني مين اللي هو انتوا بس اللي عارفين ان هو بشخصيه مختلفه خالص عكس ما الناس كلها شايفاه؟ يعني بصي، ده عماد النحاس. لان دوت اللي انا كنت بقعد معاه على طول. عماد شخصيه قياديه، شخصيته جميله. هو الناس واخده انطباع ان هو قافل على طول كده وما بيهزرش، مع ان عماد ده اصلا كنا نقعد في الاوضه في اي وقت او لحد دلوقتي اكلمه في التليفون قعدتنا كلها تبقى ضحك وهزار، وعلى طول نعلق على كل حاجه وعلى كل افيه ونضحك وكده. بس كان اللي واصل للناس ان عماد النحاس ايه، لا ده عماد، لا حتى هو بيدرب دلوقتي هو قاعد على واقف على الخط جد جدا جد كده. جدا. انما لا، عماد مش كده، هو كوميدي و لا ويضحك ويهزر وكل حاجه. بس احنا عندنا اخبار يعني ان انت دايما بتخش تطلع من اوضتك وتخبط على الاوض التانيه وتهزر مع الناس وترخم عليهم. مين الناس دي اللي كنت بتعمل معاهم كده؟ مين الاوض اللي كنت بتخبط عليها؟ والله بصي، كل ده كلها كل ده اصلا بصي اشاعات. وفي ناس كدا دايما بتطلع عليا اشاعات. مش كل حاجه مش توصلك، مش كل حاجه مصدقاك. توصلك صح. اصلا انا معظم الوقت كنت قاعد عند شادي واسلام معظم الوقت، فما فيش وقت ان انت تروحي عند هنا وهنا وهنا والكلام ده كله يعني. وبعدين هروح الف اللفه دي كلها ليه؟ لا يعني بعض الاوض ما احنا في الاخر هنتقابل في التمرين، هنتقابل في الماتش، حتى الاوض مش مهم يعني. ولكن لا، انا كنت لا اما في اوضتي لا اما عند اسلام ومشادي يعني. عشان تسهروا للصبح طب. ان شاء الله.